السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وأفضل طرق السفر لأوروبا. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل ألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا. بالإضافة كمان ده الموقع الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنح اللي إحنا بنعرضها على القناة وجميع خدماتنا اللي إحنا بنوفرها. تمام؟ طيب كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ لبركة الله ونتكلم عن موضوع النهاردة. طبعا أنا ما عملتش مقالة للمنحة بتاعت النهاردة، لأن أنا حابب أتكلم عن موقعين مهمين جدا جدا. تمام، أول موقع معانا موقع اسمه راسموس انترنت اورج، تمام، والموقع التاني اسمه يوروبيان يس بورتال. الموقعين دول أنا بالنسبة لي من أهم المواقع للسفر للخارج، للتطوع، للعمل والسفر بسهولة، لأن المواقع دي أو الموقعين دول بالذات عليهم فرص عديدة جدا. يعني أنت من خلال الموقعين دول تقدر تتصفح العديد من الفرص وتقدم على عدد لا نهائي من الفرص. تمام، طيب دلوقتي أنا شخص مثلا موجود في مصر، تمام، وحابب أسافر مثلا لأوروبا، حابب أسافر لألمانيا، هولندا، إيطاليا، أي دولة من الدول الأوروبية مثلا، تمام، ومهتم بدولة معينة، مهتم إن أنا مثلا أسافر، ما أكونش شايل هم السكن، ما أكونش شايل هم مثلا مصاريف، الحاجات دي. الموقعين دول بيقدروا يوفروا لك فرص تطوع، فرص عمل مشمول فيها حاجات كتير جدا، طبعا مختلفة من فرصة للتانية. ممكن يكون فيها راتب، ممكن يكون فيها سكن، ممكن يكون فيها وجبات. كل فرصة وليها مميزاتها، لكن كل فرصة بالفعل فيها مميزات عديدة. تمام، طيب خلينا نتكلم عن الموقع الأول، الراسموس انتر. والموقع ده ممتاز جدا، ليه؟ لانك من خلال الموقع ده هتلاقي فرص عديده هنا، وبتلاقي هنا عندك فلتر تقدر تحدد بيه الحاجه اللي انت عايزها. يعني على سبيل المثال، مثلا هنا عندنا حاجه اسمها بزنس ديفلوبمنت انترشيب، دي موجوده في برشلونه في اسبانيا. تمام، كاتب لك هنا التفاصيل بتاعتها، لو انت عايز تقرا عنها اكتر بتعمل ريد مور وبتقرا تفاصيل عن الفرصه بشكل اكتر، بتشوف المميزات المطلوبه ايه، بيقول لك فيها ايه بالظبط، تبعت السي في على الايميل ده، عدد يعني او مده الفرصه شهرين، كل فرصه بتلاقي ليها تفاصيل معينه. تمام، طب انا عايز مثلا، انا شخص مثلا معايا بكالوريوس، هضغط على كلمه باشلر عشان يطلع لي كل الفرص اللي فيها باشلر. طب انا شخص معايا ماجستير، بضغط على الماستر عشان يطلع لي كل الفرص اللي فيها ماستر. طب انا مثلا عايز في تخصص معين، الفيلد مثلا، عايز في القانون، في المحاسبه، في اي حاجه، هلاقي هنا. طب انا عايز فرصه مثلا مدتها 11 شهر، 12 شهر، اضغط على المده اللي انا عايزها، تمام، يعمل لي فلتر ويطلع لي المدد، الحاجه المتاحه في المدد دي. طب انا مثلا عايز، يعني هنا بقول لك من غير تمويل، طبعا مش حد يختار الحاجه دي، لان انتوا عايزين فرص كلها بتمويل. تمام، ف مثلا ما اتعلمش على دي، عايز مثلا فرصه بارت تايم، عايز فرصه يكون بيتكلموا الانجليزي او يكون بيتكلموا فرنسي، كل ده بتلاقيه موجود. تمام، وممكن كمان بقى هنا تحدد نوع الفرصه اللي انت عايزها. يعني واحد مثلا عايز تدريب في اوتيل مثلا او هوستل، فتضغط على هوستل مثلا وتعمل سيرش، تمام، بيطلع لك كل الفرص اللي في الهوستل. انا مثلا ما عنديش خبره في حاجه من المجالات دي، بس عندي مثلا خبره في الهوستل، تمام، يعني اساعد في فندق، اعمل حاجه معينه، ارتب حاجه معينه، فمثلا ممكن تبحث هنا بالحاجه دي. هنا عندنا فرصه مثلا موجوده في اسبانيا، هنا في اسبانيا، هنا في التشيك، ليتوانيا، هنا عندك في اسبانيا، في هتلاقي في اسبانيا كتير. ممكن تقدر تحدد بالدوله، لان انت من هنا تقدر تحدد الدوله اللي انت عايزها. فانا مثلا عايز فليكن في مثلا نيزرلاندز، في هولندا مثلا، تمام، فاروح على نيزرلاندز مثلا واختارها، تمام، نيزرلاندز اهي، تمام، وطلع لي الفرص اللي موجوده في هولندا، موجود في هولندا فرصه واحده. عايز مثلا انا في مثلا فليكن ايطاليا، تمام، عفوا، فليكن في ايطاليا، تمام، واضغط على سيرش يطلع لي كل الفرص الموجوده في ايطاليا. تمام، هنا ما فيش فرص في ايطاليا، بس هتلاقي في، يعني مثلا عندك زي اسبانيا هي اكتر الدول اللي موجود فيها فرص، والنمسا برضو هتلاقي عندك فيها فرص، وهتلاقي في دول عديده. يعني انت لو انت عايز دوله معينه بتحددها، لو عايز تسيب الموضوع مفتوح فتضغط على وير دي ويطلع لك كل بقى الفرص المتاحه بقى في الدول الاوروبيه، في اسبانيا، في التشيك، فهنا في المانيا عندنا فرصه، في المانيا كل ده هيطلع لك، في البرتغال برضو. طيب ده بالنسبه للموقع الاول، تمام. طيب فانت كده عرفت ازاي تبحث في الموقع الاول. طب انا بعد لما ابحث اعمل ايه؟ انا بحثت دلوقتي ولقيت الفرصه المناسبه ليا، لقيت مثلا الفرصه دي في الهوستل، اروح اضغط على ريد مور، تمام، اقرا التفاصيل بتاعتها، اخر ميعاد عندي للفرصه دي مثلا، دي مثال 31 مايو، تمام، الفرصه دي كاتب لك هتبدا امتى، كاتب لك مطلوب ايه فيها، المميزات، التفاصيل، مميزات فيها ايه، فيها سكن، سالري، راتب، كمان عندك زي حاجات اضافيه كده، مصاريف المعيشه. طب انا عايز اقدم اعمل ايه؟ بعد لما بتعمل ساين اب هنا، بتروح تعمل ساين اب هنا،
في الجزء ده. ساين اب هنا انك بتسجل اكونت جديد، بتحط ايميلك الباسورد، تعمل كونفيرم الباسورد، بعدين بتعمل لوجن، بتدخل بقى للاكونت وبتملى الاكونت على الموقع هنا. بص يا جماعه، الموقع ده انت لما بتملى الاكونت فيه، بتعمل اكونت عليه، الاكونت ده بيتعمل له ريفليكشن على كل الفرص. يعني ايه؟ يعني انت عملت اكونت على الموقع ده، انا مثلا عايز اقدم في فرصه 2 3 4 10 20، البروفايل اللي انا عملته على الموقع ده بيتثبت مع كل الفرص، بس بيظهر لي في الفرصه نفسها بعد لما بعمل لوجن، مش هتظهر معانا دلوقتي الا لما نعمل لوجن، بيظهر لي هنا حاجه اسمها ابلاي ناو، ده لما ادخل للبروفايل نفسه بتاعي واعمل بروفايل على الموقع ده، تمام؟ ظهر لي كلمه ابلاي ناو، فبضغط على ابلاي ناو وبيطلب مني حاجه اسمها موتيفيشن ليتر، بكتبه وبكده برسل الابلكيشن بتاعي للفرصه. يبقى انت المطلوب منك انك تعمل اكونت، الاكونت هيبقى ثابت معاك في كل الفرص، بعد كده تدخل على الفرصه، هيظهر لك هنا في الفرصه، يعني متاكد ان انا بقوله، هيظهر لك هنا مع كل فرصه حاجه اسمها ابلاي ناو اذا كان مفتوح ليا التقديم، وبتضغط على ابلاي ناو، بيطلع لك بوكس كده بيقول لك حط فيه الموتيفيشن ليتر بتاعك، ليه عايز تقدم للفرصه دي، بعدين بتضغط على سبميت، وبكده يبقى انت ارسلت بنجاح للمنحه، تمام؟ طيب الفكره هنا التركية انك تعمل بروفايل ممتاز، مش واحد يدخل يكتب اي كلام ويكتب ان هو مش عارف كان مسافر فين وراح فين وجي منين، اعمل بروفايل فعلا على مؤهلاتك ومميزاتك وحاجه تكون ممتازه، تمام؟ طيب ده بالنسبه للموقع الاول، تعال نروح للموقع الثاني. فالموقع الثاني يوروبيان يونيس بورتال، وده موقع ممتاز جدا. هنا برضو عندي بيقول لي كل الفرص يوروبيان يونيون فاندد فولنتيرنج اوبورتونيتيز، كل الفرص التطوعيه المموله، تمام؟ هنا عندي فرص كتير جدا، انا هنا محدد بالدوله، لو انا سبتها مفتوحه كده تمام، ممكن نسيب الموضوع مفتوح تمام، انك مثلا ما تحددش بالدوله anywhere، تعمل any country دي او anywhere. عندي 2505 فرصه، انت متخيل عندك على الموقع ده 2505 فرصه متاح ليها التقديم. وهنا ده عندي فلتر ان انا اقدر احدد بالدوله، عايز مثلا في بلجيكا على سبيل المثال، اقدر احدد فرصه عمل ولا تطوع ولا تدريب، اقدر احدد تاريخ البدايه عايز ابدا امتى، تمام؟ اقدر احدد نوع العمل ده ايه، عمل في مجال الصحه، في تطوعي مثلا في مجال التعليم، تطوعي في مجال الحقوق، اي حاجه من الحاجات دي اقدر اعمل فلتر عليها. طيب نركز بقى، عايزين دلوقتي مثلا الفرصه دي على سبيل المثال، تمام؟ فضغط على ريد مور، تمام؟ دي في بلجيكا، تمام؟ مكتوب على بلجيوم بلجيكا، تمام؟ وهنا بشرح لك التفاصيل بتاعتها، ايه الشروط المميزات كل حاجه، اخر ميعاد للتقديم 1/6/2023، الدول المتاح ليها التقديم. وركز بقى معايا في النقطه دي عشان دي اهم نقطه. ليه؟ لان مش كل الفرص اللي على الموقع ده متاحه لكل الدول. يعني ايه؟ يعني في فرص مثلا ممكن تلاقيها متاحه لمصر، في فرص ممكن تلاقيها متاحه للجزائر، في فرص ممكن تلاقيها مش متاحه لدول عربيه اصلا. فانت كل اللي عليك ان كل فرصه من الفرص دي، تمام، انت تعمل مثلا anywhere، عملنا anywhere اهو، تمام، any country، عندنا ال 2505 فرصه، عندنا الفرصه دي في فنلندا. فانا كل اللي اعمله ان انا ادخل على الدول اللي انا مهتم بيها والفرص اللي انا مهتم بيها، واضغط على ريد مور دي، تمام؟ وفي ريد مور هنا يطلع لي كل الدول. شفت الفرصه اللي فاتت كان عندنا الدول المتاحه ايطاليا، هنا عندنا الدول المتاحه مجموعه دول اخرى اضافيه، تمام؟ فانت في دول او في فرص هتلاقي فيها متاح فيها مصر، متاح فيها الجزائر، متاح فيها تونس، على حسب. فانت لازم اهم حاجه اول لما تدخل للفرصه تبص على الجزء ده، لان من غير الجزء ده لو دولتك مش متاحه، ومعنى دولتك جنسيتك، مش واحد مثلا قاعد في مثلا مصري وقاعد في ايطاليا فيقول لي انا متاح ليا التقديم، لا، لازم تكون جنسيتك من الدول دي، تمام؟ لو جنسيتك لو مش معاك الجنسيه بتاعت الدول اللي هي متاح ليها التقديم، ما ينفعش تقدم، مش اقامه، لازم يكون معاك جنسيه الدول دي، تمام؟ طيب فبروح بقى اضغط انا ايه على كلمه تقديم للفرصه على حسب اشوفها مطبقه معايا ولا لا. طيب انا دلوقتي عايز اقدم على فرصه من الفرص دي، اعمل ايه؟ لازم اعمل برضو اكونت على حاجه اسمها اليوروبيان يونيون او اليوروبيان يسبورت اللي هو الموقع ده، فبتعمل برضو ساين اب عليه، تمام؟ وبعد لما هنا لو ضغطنا مثلا على ابلاي، بص كده نضغط على ابلاي هيقول لي ايه؟ ساين ان او جوين، لازم انضم، لازم اعمل ساين اب الاول، تمام؟ فلازم اعمل اكونت الاول على الموقع، تمام؟ اعمل اكونت، احط الايميل بتاعي واحط الباسورد واملى الابلكيشن بتاعي. طبعا الابلكيشن عندي كبير، لازم املى الابلكيشن، احط سي في، احط بياناتي، احط كل حاجه السن. بس خلي بالكم يا جماعه ان الموقع ده بالذات الحد الاقصى فيه للسن هو 30 سنه، ما ينفعش يكون سنك اكتر من 30 سنه للتقديم على الفرص اللي في الموقع ده، تمام؟ دي بس ملحوظه لازم تاخدوا بالكم منها برده مع اذا كانت دولتك متاحه ولا لا. بعد لما بعمل اكونت على الموقع ده وبرتب كل حاجه عليه، برجع تاني للفرصه وبضغط على كلمة ابلاي. لما بضغط على كلمة ابلاي بيطلع لي برضه بوكس كده بيكتب لي فيه حط الموتيفيشن ليتر بتاعك، بحط الموتيفيشن ليتر واللي عايز اقدم الفرصة دي، وبكده اكون قدمت الفرصة بنجاح، تمام كده؟ ف
يعني الصراحة شيء ممتاز جدا وموقعين ممتازين. طيب احنا كمؤسسة منح من كل الالوان ممكن نساعدكم ازاي؟ الموقعين دول من اهم المواقع، كل اللي نقدر نعمله لكم ان احنا نعمل لكم بروفايل احترافي فيري بروفيشنال على الموقعين دول. كل موقع من دول ممكن نعمل لكم بروفايل عليه بشكل احترافي، نرتب لكم كل حاجة ونشوف كمان الفرص المناسبة ليكم ونقدم ليكم عليها. تمام؟ يعني مثلا ممكن نساعدكم في التقديم على فرصة من الفرص دي، نشوف ايه افضل فرصة موجودة ونساعدكم في التقديم عليها، نعمل لكم بروفايل ممتاز على الفرصة دي، وانت مثلا حابب انك تدخل وتقدم براحتك بعد لما بنعمل لك البروفايل، قدم على ان شاء الله كل الفرص الموجودة مفيش مشكلة، بس أهم حاجة تعمل بروفايل ممتاز، ودي هنا مهمتنا اللي احنا نعمل لكم بروفايل احترافي جدا على الراسموس انترن عشان يتطبق معاك على كل الفرص، ونعمل لكم برضه بروفايل احترافي على الروبيان ياسبورتا عشان يتطبق معاك على كل الفرص تقدروا تقدموا. وتخيل انت لما تقدم ل 50 فرصة، يعني مثلا تخيل انت هتقدم 50 فرصة، أكيد يعني يطلع لك فرصة اتنين تلاتة منهم هتتقبل فيها. فنكون واقعيين، كل ما يزيد عدد الفرص اللي انت بتقدم ليها كل لما نسبة قبولك هتزيد. تمام؟ فممكن نقدر نساعدكم في التقديم بشكل احترافي ونملى لكم البروفايلات بتاعت الموقعين دول ونساعدكم فيها بكل احترافيه. طبعا كده شرحنا كل حاجه، اتمنى التوفيق للجميع، ولو حابين تقدموا من خلالنا هتلاقوا رابط خدماتنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، ده الموقع بتاعنا، وتضغطوا على خدماتنا من هنا برضو. تمام؟ هيظهر لكم معانا كل الخدمات لو حابين تقدموا على الفرصتين دول. تمام؟ هتضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بالتقديم وتملا الابلكيشن ده. تمام؟ وخدمة العملاء تواصل معاك وترتب ليكم كل شيء. أتمنى التوفيق للجميع، شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.